مرحبا مواليد برج الجدي، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون شهر نوفمبر تشرين الثاني؟ شهر نوفمبر تشرين الثاني هو شهر جيد، لكن مش كل الشهر. بدكم تعرفوا الجزء الاول من شهر نوفمبر تشرين الثاني هو الجزء الافضل من 1 ل 21، فترة ممتازة جميع مواليد برج الجدي لازم يستفيدوا منها، ولازم كل شغلهم يكون بخلال هالفترة، يعني تحديدا الاسابيع الثلاثة الاولى. الفترة الثانية من 22 لآخر الشهر لازم تكون فترة هدوء وتروي وابتعاد عن العشقة وابتعاد عن التهور والمجازفات كليا. أوكي؟ الجزء الأول اللي هو داعم لكم، لأنه شمس وعطارد موجودين ببرج العقرب الصديق جدا جدا، وهذا بيفتح باب الضيافة، بيفتح باب يعني حتى توارد الأخطاء، الأفكار، تصوروا الخواطر، قديش بتكونوا أنتوا عم تفكروا بناس أو الناس عم تفكر فيكم، الناس عم تحتف فيكم، في احتمال أنه حتى يصير في توارد لهذه الخواطر. المهم في هو فترة هالثلاث أسابيع الأولى فترة بناءة اجتماعياً عائلياً، بتكونوا مبسوطين، بتكونوا مرتاحين، وبتكونوا مرتاحين مش على كسل، مرتاحين للنتائج الحلوة اللي عم تاخدوها. أهم شيء هو أنه كوكب الزهرة موجود ببرجكم، وجود كوكب الزهرة ببرجكم هو العامل الأفضل والأقوى لحتى يعطي مواليد برج الجدي كل القوة، كل القوة وكل الحماسة وكل الجمال وكل الحظ وكل الانفراج، وكأنه أنتم بتستحقوا كل شيء ناقصكم، يعني وكأنه كان في قصاص لكم وهلأ حدا عم بيجرب أنه يطيب لكم خاطركم. في احتمال يكون في أمور عاطفية حلوة مصالحة، وفي احتمال أنه يكون في نوع من أموال أو ربح بيدخل عليكم. هذا كوكب الزهرة. شهر أنا بعتبره كتير حلو، هالجزء الأول فعال جداً، ما تخلوا شيء ما تعملوه وخلصوا الشهر بماكسيموم بتاريخ 21. الجزء هذا يحمل قمر جديد في برج الجدي، يعني احتمال يكون في بداية لتعارف أو لصداقة مهمة، وبتعرفوا وبتكتشفوا أنه ما نكون لحالكم بهيدي الدنيا. القمر الفول مون بتاريخ 19 هو موجود في برج الجدي في برج الثور، في بيت الحب، الأولاد، الطلاقي، نجاح، انفراج كتير كبير، واحتمال يكون في، لأنه في المون تكتمل عندكم قضية، فكرة، أو يمكن يكون في مولود جديد. هالمولود يكون جسدي، يمكن يكون كتاب أو مشروع. فترة ممتازة جدا. الجزء الثاني يبدأ بتاريخ 22 مع وصول الشمس لبرج القوس يلي هو البيت رقم 12، بلش تهدى الأمور وتركض الأمور. عطارد كمان بيدخل لبرج القوس، وبيكون الجزء الثاني هو جزء هادي فارغ من الحماسة، ما في حركة، وكأنه تتخيلوا كأنه فضيت الطرقات من السيارات، محطة القطار بتلاقوا كل المحطات فاضي، ما في ولا قطار أبدا، تأخير 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 ولا جواب. هيدا شهر، هيدا الجزء الثاني، لكن كوكب الزهرة بعده موجود ببرجكم وبعد في الحظوظ، لكن ما معناته أنه تتسرعوا. الجزء الثاني هو جزء بطيء جدا، والأيام الأقل حظا خلاله فعلا بتكون سلبية. خلونا نشوف الأيام الأكثر حظا يلي كلكم لازم تشتغلوا عليها، والأيام الأقل حظا تحطوها على جنب. الأيام الأكثر حظا لبرج الجدي تاريخ 1، تاريخ 8-9، تاريخ 17-18 و19، وعندنا تاريخ 27-28. منروح للأيام الأقل حظا، تاريخ 2-3، عندنا تاريخ 8-9 فارغ من الحظوظ، عندنا تاريخ 14 المساء 15-16، تاريخ 22-23-24 29 و30. بالنسبة لمواليد برج الجدي، بعتبر كوكب الزهرة بيحمل تأثيرات ممتازة لمواليد شهر ديسمبر ولمواليد 1 ل 13 كانون الثاني يناير. بنتمنى للجميع شهر حلو، بنلتقي مع الأبراج اليومية والشهرية والأسبوعية. باي باي.